يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض باعة الغنم يضع الشوك على ظهر وعلى صوف الغنم لكي يثبت أنها أتت من البر ويكون لحمها جيدا، وهو قد رباها داخل المدينة، فهل فعله صحيح؟ لا، هذا غش، هذا غش للمسلمين، غش للمتعاملين حتى غير المسلمين، ما يجوز لك تغش الناس ولو كانوا غير مسلمين، فهذا لا يجوز، هذا من التدليس، نوع من التدليس.